إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف يكفيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.